ان انت عايز ترد وعايز تاخد حقك وعايز ترد على الناس وترد على الكومنتات بطريقة تعجبك انت، مش هيفرق. بالعكس، هتروح في حتة تانية خالص، هتروح في حتة تانية خالص وهتوه. اسمع مني، اسمع مني، انا جاي من هناك. اسمع، اسأل مجرد ما تسألش طبيب. اسمع مني، انا جاي من هناك. يعني اسمع مني، انا جاي من هناك. ما تختلفش معايا في الحتة دي. اسمع مني، انا جاي من هناك. انا جيت من المكان اللي كنت برد فيه على الكومنتات، وجيت من المكان اللي كنت عايز دايما اطلع منتصر فيه. ما هي واحدة من اكبر مشاكل البشر ان احنا دايما عايزين نطلع منتصرين، وعايزين نطلع منتصرين لوجهة نظرنا ومنتصرين لقناعاتنا. على اساس يعني لو قناعاتك خسرت، على اساس يعني لو قناعاتك خسرت انت كده هتموت. طب ما تخسر يا اسطى. ايه المشكلة لو قناعاتك، ايه المشكلة لو قناعاتك طلعت عبيطة؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لو انا طلعت عبيط وطلع اليوتيوبرز اللي قدامي بيحبوا المغرب بجد؟ ايه المشكلة؟ فين المشكلة بقى؟ فين الأزمة؟ طب بجد فين الأزمة؟ إيه هنقص دراع مثلا؟ هنقص صباع مثلا؟ ايه المشكلة؟ ساعات بتحس انك تافه بجد والله. ساعات بتحس انك ضيعت وقت كتير قوي في حياتك على خناقات عبيطة. والله العظيم بجد. وهي دي الحاجة اللي بتزعلك. يعني هي دي الحاجة اللي مزعلاني. ان انت قعدت ضيعت سنين من حياتك، وقعدت ضيعت وقت كتير من حياتك على حاجات عبيطه. والله العظيم بجد، على حاجات عبيطه والله بجد. يعني ايه مثلا المشكله لما ناس تطلع تحفل عليك بعد ماتش؟ ايه المشكله؟ ايه المانع لما ناس تطلع تحفل عليك بعد ماتش؟ الدنيا خربت يعني؟ الدنيا خربت مثلا. ايه الازمه لما شويه يوتيوبرز يطلعوا يحفلوا بعد ماتش؟ خربت مثلا؟ ما خربتش. ايه الازمه لما شويه لعيبه بيلعبوا عشان مصالحهم على يوتيوب يطلعوا يعملوا الحاجه اللي في مصلحتهم؟ ايه المشكلة؟ ده بجد والله ايه المشكلة؟ ايه الأزمة؟ فين الأزمة بقى؟ يعني لما تقعد كده مع نفسك فين المشكلة؟ يعني ايه المشكلة مثلا لما واحد شاف ان الكلام على بلده مش هياكله عيش، فقرر يتكلم على بلد تانية عشان هو هياكل عيش هناك؟ ايه المشكلة معلم؟ ساعات برضه الواحد بيتخانق خناقات عبيطة، وبتخش في خناقات عبيطة، وبتلاقي الموضوع مش مستاهل. ده بجد والله. هو ساعات بتخش في خناقات عبيطة، وبتحس ان انت، بتحس ان انت تعمقت في خناقات هبله. يعني ايه المشكله يا معلم؟ ايه المانع يا اسطى؟ ايه المانع؟ ايه المشكله وايه المانع ان انت تخش في كل الخناقات العبيطه؟ انا كان عندي مشكله مع الكوميونتي. يا اسطى، انا كان عندي مشكله مع الكوميونتي، مع المجتمع اللي فيديوهاتي بتروح لهم. دي مثلا كانت مشكله بالنسبه لي. يعني انا كان عندي مشكله مع المجتمع اللي الفيديوهات بتاعتي بتروح له، سواء مغاربه او جزائريين او مصريين او توانسه. وهو الكوميونتي بتاع ان انا بحب بلدي، والشخص اللي قدامي بيحب بلدي، فانا بناء عليه ادعمه.